بتذكر آخر مرة شفتك سنتا، بتذكر وقتها آخر كلمة قلتها، وما عدت شفتها وهلأ شفتها. يا ست الكل، معقولة يبقى كاتب كتابنا النهاردة وانتي مكشرة كده؟ معلش يا رفعت، هتسيبني في حالي دلوقتي. هو كل ده عشان الواد ده؟ رفعت لو سمحت ما تعصبنيش، أنا فيا اللي مكفين. طيب مش هتروحي معايا؟ قلتلك مش النهاردة. حكاية انك اتذللتي ونزلتي على رجلك زي ما قال الواد ده كده، صح؟ متهيألي ان انا رديت عليه قدامك؟ بصي يا بنت الناس، انا راجل عقر وافهمها من منطقها قبل ما افكر فيها افهمها، وعارف انك اتجوزتيني عشان تاخدي بطارق نزيف وجوازته، وانا قبلت ده عشمان، عشمان انك في يوم من الايام تعرفي الفرق بين اللي كان واللي هيكون، بين الراجل واللي فاكر نفسه راجل. صباح على خير، مستنيكي بكره في بيتي يا مراتي. انا ايه اللي عملته في نفسي ده؟ ازاي اعمل كده؟ غزل وحشتني. وانت كمان وحشتيني يا حبيبتي. ايه كنت بتعمل ايه؟ كنت قاعده مستنياك. عجبك البيت؟ قوي. ريحه حلوه صح؟ الفايبس بتاعته تحفه. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني الطاقه الايجابيه بتاعته كده حلو. طاقه ماشي. تعالى هنا. ايه؟ انت اتاخرت ليه؟ سايبني لوحدي كل ده؟ على ما لميت هدومي وجيت. ولا عديت على بيت عيالك؟ لا ما شفتش العيال. ما بحسب. هما ممنوع اشوف عيالي ولا ايه؟ لا يعني اشوفهم عادي، بس انت عارف ان امهم معاهم، يعني لو هتعمل كده لازم تقول لي. لا ما تقلقيش، امهم اتجوزت. اتجوزت؟ امتى ومين؟ امتى مش عارف. مين بقى اتجوزت رفعت الدهبي؟ دي بتغيظك. مش عايز اتكلم في الموضوع ده. ايه ده؟ انت لاوي بوزك بقى عشان هي اتجوزت ولا عشان اتجوزت رفعت؟ ست الكل، انا لا لاوي بوزي ولا مقشر. كفايه انا لا في حضنك وبحبك، مبسوط ان احنا مع بعض، وفرحان كمان ان البيت عجبك قوي. انا عامله لك عشاء. ايه ده؟ هي فين ده؟ في الجنينه. تعال. أو غرف داهية من شوية. بص يا دهبي، أنا من أول يوم قعدت معاك فيه وأنت قلت لي إيه؟ قلت لي عايز تسوق الموضوع وإحنا وراك، صح؟ وأنا أمنت لك وقلت لك تمام. أنا لغاية دلوقتي ما خدتش بطاري لا من الخديوي ولا من أخوه. وأنت أكتر واحد عارف إن اللي بيني وبين الخديوي كتير. أنا اسمي اسمي كان عامل زي سهم النار في كل حتة. بعد اللي عملوا معايا أنا وأبويا كل حاجة اتغيرت. ومش هيصلح الحالة صاحبي غير إن أنا آخد بطاري. وأنت عطلتني كتير. أنا النهاردة جاي أقول لك إن كل واحد فينا من سكة. أنت في طريق وأنا في طريق في مشوار الخديوي ده بالذات. بلاش عبط. عالم الليل كله في إيد الخديوي لحد دلوقتي. ولو عاوز يبقى لك في سكة ما تنطحوش لوحدك. هو مش لوحده، احنا معاه واحنا قده. وانتش عرفك انت ضاحي؟ واضح يا كبير انك مش فاهم. ضاحي ابن اختي وكبير منطقته، وانت عارف ان انا كفيل بالموضوع لوحدي، بس من غير ما حد يكاتشن عليا. طب ما تيجوا نرجع ونشوف وضعنا بقى ايه. حمزه واحد من اقرب رجالته بقى بتاعنا.
مراته بقت جماعتي ملففينه حوالين نفسه ورجالته مزمزقه من قله الشغل، يعني حاطين عليه. وفي اللحظه المناسبه هقول لك خش خلص ابو خاطر، الدبيعه داخت ومستنيه سكنتك. خليك صنايعي مش هبيت، الشغل التقيل بيحتاج صنع. ماما انا مبسوطه قوي، ما كنتش عارفه ان الحب حاجه حلوه قوي كده. يعني ازاي هتنزل في اوله كده؟ معلش يا حبيبتي، وراء مصالح لازم اخلصها. مصالح ايه؟ انت مش قلت هتشوف شغل جديد؟ ايه ده؟ في ايه؟ يعني ايه؟ يا بنتي مالك في ايه؟ نادين منزله ده على الفيسبوك بتقول انها جوزت حبيب تيمور. نادين صاحبتك؟ اه. هو ده معناه انها اتجوزته؟ ايوه. يعني ايه بقى كده؟ معناه ايه؟ انت مصدق؟ انا قلت لك قبل كده وما صدقتنيش، قلت لك ان صاحبتك دي ملعب. اللي اتجوز يتجوز واللي يطلق يطلق واللي يولع يولع. خلينا في روحنا. اكيد هو مش فارق لي خالص. انا بتكلم على نادين صاحبة عمري. دي كانت اقرب ليا من اخواتي. هي قربت لعبت امتى؟ كمان اتجوزوا ازاي؟ انما انا والله باجي علشانك انت يا دكتور فؤاد، لكن مستر عابد الدين معاده ما يجيش، وانا بصراحه الوضع ده ماليش فيه. انا عارف يا زياد ان الموقف ده بابي ومش مفهوم، بس لازم نصبر شويه. انت شايف الراجل والمشاكل اللي عنده عامله ازاي؟ لازم نستحمله شويه. بعد اذنك ارد على التليفون. اتفضل. ايوه. انت ليه بتعمل معايا كده؟ اللي هو ايه؟ انت عارف كويس هو ايه؟ احنا كنا قريبين جدا من بعض، فجأة انت اختفيت وبطلت ترد عليا، هو ده طبيعي؟ لا مش طبيعي، بس اكيد في سبب. اقدر اعرف هو ايه؟ من الاخر انا ما بحبش الكذب، ما بحبش احس ان في حد بيستغلني. انت بتتكلم عن ايه؟ نادر ابن خالتك.